أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة بفيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج الأسد الثلاث 21 سبتمبر أيلول 2021. إذا كنت تستطيع التحلي بالصبر فسيكون كل شيء على ما يرام. أنت الآن عرضة للعديد من الخلافات التي خلقتها بنفسك. ستنجح في تحقيق أهدافك بسهولة. على الرغم من أن حساسيتك شديدة للغاية، كن مهذبا وساحرا ولا تفوت فرصة إظهار ذكائك. انطلق في الرحلة التي تعتقد أنها تستحق النجاح والتقدير، فهي تساعدك على الاسترخاء. ليس من مصلحتك إجراء تغيرات على حياتك الشخصية. كن حذرا إذا كنت بحاجة إلى التحقق من المستندات المالية. زن الأحداث القادمة جيدا. هذا هو الوقت المناسب للنظر في الخطط المستقبلية والطرق التي يمكنك من خلالها البدء في تنفيذها. لا ترفض المساعدة. عاطفيا، تزداد فرص المواجهة المصيرية. إذ لم تقيم في مكان واحد لكنك ستسافر وتلتقي بأشخاص جدد. ستواجه صعوبات لكن حافظ على هدوءك وكن متسامحا. تخلق الطاقة من الكواكب مزاجا من الانسجام لك. هناك احتمال لتعقيد العلاقات في عائلتك. إذا كنت ضعيفا، أولئك الذين يعتزمون السفر لحضور اجتماع يحتاجون إلى الاستعداد للتأخر. لن تفتقر إلى الأخبار الجيدة للتجارب المستقبلية المثيرة للاهتمام. أنت في وقت يسمح لك بتحقيق خططك، وقد تشجعك طاقة الكواكب على التفكير في سلوكك وتحليله. سيشعر الكثير منكم برغبة في الإبداع. مهنيا، في مكان عملك النجاح ليس معك. هذا هو الوقت الذي تكون فيه المشاعر عالية جدا، وقد تتفاجأ بمدى عمق مشاعرك. من الممكن أن تفشل مساعيك خلال هذه الفترة. إذا لم تتخذ الاحتياطات اللازمة، تشجعك المحاذاة النجمية على إبطاء وتقدير ما لديك، وتؤكد محاذاة الكواكب على الخروج والتنقل. هذه الفترة بالذات ليست مناسبة للإنفاق. من المؤكد أن المحاذاة السماوية تجعل الأشياء حية، وبمجرد أن تحدد أهدافك فلن تنظر إلى الوراء. تخلق التأثرات السماوية إمكانية حدوث تحول ديناميكي للأحداث، لكن هذه فرصة رائعة للإجراء بعض التغيرات القوية حقا. قيم معارفك الجدد جيدا إذا كنت تفكر في جذبهم بشكل دائم في حياتك. توقعات برج الأسد صحيا. احرص على أن لا تلجأ إلى الطعام كوسيلة لتخفيف الضغط عن نفسك، فقد يسبب لك الاضطرابات الشديدة والشعور بعدم الارتياح. توقعات برج الأسد للرجل. يساعدك حظك في التصويب جيدا نحو ما تريد. لديك أفكار وخطط جديدة تطالبك بالتنفيذ، فلا تؤجل الأمر أكثر من ذلك. انطلق لتنفيذ تلك الخطط لتعود عليك بالربح والرخاء. تحدث عن أفكار من حولك واعتمد على طاقم عمل نشيط يمنحك الدعم الذي تحتاجه ويساعدك في الوصول إلى الأهداف المطلوبة. توقعات برج الأسد للمرأة. تريدين التركيز لكن أفكارك ليست واضحة جيدا. حاولي التوقف عن تشتيت نفسك في عشرات الأشياء، وتعاملي مع مهامك كلا على حدة حتى تستطيعي إنهائها بسرعة. عقلك جاهز للتعلم الكثير عن العالم. تحبين أن تسمعي وجهات النظر جديدة. ربما عليك البدء بدورات تعليمية واستكشافية. اشتركي في المجلات العالمية.